شو قلتي هلأ؟ أه؟ أنا ما رح خليكي تروحي من هون لحتى أعرف شو عم يصير. يلا قلي لي فوراً شو اللي عم يصير براسك؟ وين فاندانا؟ ليش ما صرخت لهلأ؟ بعرف بعرف بشو حاسة. أنت بتتذكري ما عم تحسي بالخوف لما أنا عم أقرب منك؟ ليش عم تخبي مشاعرك؟ اسمعي، إذا أنا كنت غلطان قولي لي بصراحة. يلا قولي مهيك. رح خليكي تروحي بعد ما تقولي لي الحقيقة يا مهيك. احكي لي شوف شو قلتي من شوي. أنا شو لازم أقول له هلأ؟ ليش ما في صوت لهلأ؟ أنا لازم فوت. ليكي هذا الشي صار من قبل وانت عم تتذكري. يلا قولي مهيك. أنا لازم روح. إذا ما رح تحكي لي شو اللي عم يصير معك ما رح خليكي تروحي من هون. مو شايفة إنه هذا الشي غريب؟ طيب ليش ما عم تسأليني أي أسئلة أبداً؟ حاولي تتذكري، قولي شي مهيك، رجاءً. شو بدي أقول له؟ أنا في عندي أسئلة كثيرة. لما أكون قريبة منك ما فيني ميز الصح من الغلط، ما فيني أفكر منيح أبداً. أنا لازم أروح هلأ، هذا غلط، ما بيصير إنك تعمل معي هيك. أنا مرة متزوجة. بعرف هذا الشيء، أنت متزوجة وأنا بكون زوجك مهيك. جوات قلبك أنت بتعرفي هاي الحقيقة. فيكي برجع بدق لك. أستاذ أستاذ شو في؟ صاير مشكلة مع أمي. أنا لازم أروح على البيت فوراً. انت هون؟ انت يلي بدك تقولي لي شو اللي عم تعمليه هون؟ كنت ناطر برا حتى اجي وساعدك، انت ليش ما صرخت؟ شو يلي صار؟ صرخ؟ شو قلت؟ انت شو عم تقول؟ هلا برجع. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.